أكيد سالي وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، فمحطتنا لليوم رح نسلط فيها الضوء على أنشطة الجمعية السورية للأبحاث وطب الفم الوقائي اللي عم تطلق حملة التوعية الصحية الشعبية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 10 كانون الثاني، حملت عنوان الوقاية خير من العلاج والنظافة طريق الصحة. طبعا جدول فعاليات وأنشطة كتير مهم وكبير رح نتحدث عنه مع ضيوفنا بالاستديو، مع الدكتور أيسر القدسي عضو الجمعية السورية للأبحاث وطب الفم الوقائي، وأيضا الدكتورة لانا حمامي متطوعة في فريق الكريات الحمراء. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. يسعد صباحك بداية، وصباحك دكتورة. دائما نحن بصباحنا غير عنا مساحة خاصة للمجال الطبي ونشاطات عديدة عم تقوم فيها جمعيات متخصصة بهذا المجال بتفيد كتير. بداية معك دكتور أيسر، خلينا نحكي عن مجمل الأنشطة كجمعية. نعم، الجمعية السورية للأبحاث وطب الفم الوقائية هي جمعية أهلية غير ربحية، أنشئت وتأسست عام 1971 وباشرت نشاطاتها العلمية في عام 1981، فهي مستمرة النشاطات التعليمية والعلمية. لديها أجندة عمل سنوية بتكون موضوعة من أول السنة، لديها نشاط شهري في ثاني ثلاثاء من كل شهر، محاضرة علمية تخص المجال الطبي، لدينا مؤتمر سنوي، لدينا حملات توعية تتوجه إلى المجتمع بالموضوع التوعوي الصحي، لدينا أيضا الدورات التدريبية التي تصقل مهارات الأطباء في مجال تخصصهم. نعم، خلينا نحكي اليوم عن هي الحملة، كيف كانت الاستجابة، كيف كان التفاعل، يعني ردود الأفعال يلي لامستوها. نعم، في الحقيقة أن الحملة اعتمدت على المتطوعين من الجمعية ومن خارج الجمعية بالاستعانة بفريق الكريات الحمر. هذا الفريق التطوعي تلاقت أهدافنا لنشر ثقافة الوعي الصحي لشرائح المجتمع. كانت الشريحة المستهدفة في هذه الحملة هم الأطفال. توجهنا بهذه الحملة إلى دور الأيتام، إلى مدارس أبناء الشهداء، إلى مراكز تدريب وتأهيل الأطفال المصابين بالتناذرات أو بالسرطانات. فكان التوجه لهؤلاء الفئات لرفع ثقافة الوعي الصحي لما في ذلك من الاهتمام بالصحة وبناء المجتمع من الناحية الصحية والجسمية. نعم، شيء مهم كتير دكتور. رح ننتقل لك دكتورة لانا، حضرتك متطوعة، خلينا نحكي عن فريق الكريات الحمر، دوره كان خلال أيام الحملة. تفضل. تمام، فريق الكريات الحمر هو فريق شبابي تطوعي نشأ عام 2010، ومن وقتها هو من واقع احتكار المكتبات للمحاضرات. نحن كان بدايتنا كمحاضرات أونلاين PDF مشان نسهل على الطلاب وصول محاضرات، فتطورت نشاطاتنا عبر هالسنين مشان تشمل حملات توعية تطوعية طبعا. ونحن عنا اصلا كنا على مدار الاربع سنين عنا حملات تطوعيه. لما شفنا الحمله التطوعيه تبع الجمعيه السوريه لطب الفم الوقائي فارتقينا انه نحن نشارك فيها مشان نقدم للمجتمع، نشارك كمحتوى ونشارك كتطوع. نعم. كمان دكتور أيسر، عرفنا أيضا من دكتور إنه كانت الحملة بتتضمن فعلا معلومات كتير بسيطة لكن هي فعلا كتير جديدة. يمكن كتار مننا سالي ما بيعرف إنه يمكن خلل صغير بالفم أو بالأسنان بيمنعك أوقات من التبرع بكلية أو من إجراء عمل جراحي، فهي البساطة. فرحي أول مرة بعرفها لهيدا المعلومة. يمكن صحيح. تماما. فينا نعتبر السن المنخور مثل جرح مفتوح. نعم. عم بيفوت الجراثيم لقلب الدم ودورة الدموية، فمعروف بلي محاسس على حاله. معروف. هلا المشكلة انه نحن وظيفتنا نرفع مستوى الثقافي. نعم. يعني الوعي، فاصلا ثقافة الذهاب الى الطبيب
للتشيك على الحالة الجسمية سواء أسنان أو غير أسنان. ببين بالسحب دكتور ولا لا في حال حدا بده يتبرع أو شيء يعني إذا كان في شيء مشاكل بالأسنان؟ لا هذا بده لا طبيب أسنان. يعني ما فيه هو خلينا نقول يتبرع، هي نقطة كتير مهمة يعني. لا مو إنه يتبرع بالدم، يتبرع بالكلية. أو نعم. مو بس حتى بكلية، بأي عضو تاني نعم. من الجسم ببين نعم. هذا الشيء. نعم هلا بالنسبة لأمراض الجراحة القلبية قبل ما يفوتوا على الجراحة بيبعثوا المريض لعن طبيب الأسنان ليشيك على أسنانه، إذا كان في مشاكل بالأسنان يجب أن تعالج. في احيانا علاجات تؤجل، ولكن في احيانا حالات لا يمكن اجراء العمل الجراحي لانه بيكون في بؤر انتانيه موجوده تحت الاسنان ممكن تفشل العمل الجراحي قد ما كان ضخم. انا سؤالي هون نعم. عفوا دكتور، انه فعلا نحن كثير من التفاصيل يمكن البسيطه عم نغفلها، اهميه الثقافه الصحيه نعم. اليوم قد ايه هذا عبء عليكم نعم. يعني مثل هي نعم. المعلومه فعلا نعم. كانت جديده علي وجديده على سالي نعم. وكثير من نعم. الناس هيك بصراحه. نحن بعد الزيارات اللي عملناها بهالثلاث ايام يعني بدنا نحط النقاط على الحروف، لقينا في مشاكل عند الأطفال مو بسبب تقصير الجهات اللي عم ترعاهم أبداً عم بيقدموا لهم شيء كتير كبير، بس دائماً مشاكل أسنان مخفية ما بتظهر إلا عند الألم. بس بصراحة الوقت منقول الوقاية خير من العلاج، نحن علاج 10 أسنان منخورة بشكل بسيط تساوي بالزمن وبالكلفة علاج سن واحد يحتاج إلى تصلب وترميم وتعويض. فنحن وقت منعالج قبل المشكلة ما تصير منختصر مال ومنختصر وقت ومنكسب صحة. نكسب صحة تماما. نكسب صحة حتى مو بس على موضوع الأسنان، نحن حكينا بمواضيع الصحة العامة نعم. حكينا عن الأمراض الجلدية، حكينا عن كيف الوقاية منها الأمراض العامة معظمها بيكون من قلة النظافة نعم. النظافة مو بس أسنان، يدين وجسم ومكان وتهوية وتشميس صحيح. كل هذه أمور صحية، فواجب الجمعيات الخيرية وغير الخيرية أنه تتضافر مع بعض نعم. يعني دائما بدول العالم دائما يعتمد على الجمعيات الاهليه برفض المجتمع، قد ما كانت الدوله متقدمه وعندها امكانيات بس لازم يكون الجانب الاهلي او الجمعيات الاهليه تقوم بهذه الوظيفه. طبعا بصراحه نحن بدورتنا وجولاتنا لقينا انه في ناس كثير عم يشتغلوا ليسدوا هالثغره هي بالمجتمع، ولكن تحتاج الى جهود اضافيه ودعم اكثر. أكيد يعني دائما في عادات سيئة كلنا منتبعها، منوصل لآخر شيء يعني لنروح عند دكتور أسنان لازم يوصل الوجع على الرأس ويضرب على العصب ليروح نحن عند دكتور أسنان. ما في يمكن حكيت نقطة كتير مهمة وإن شاء الله يا رب تكون وصلت للجميع، أنه ما عليه مثل ما بيروح الواحد يعمل تشيك أب لجسمه كمان خي يعمل لأسنان. ورح ننتقل لك دكتورة لانا نحكي عن فريق التطوعي، قديش مهم عالم تتطوع، عالم عندها خبرة كوادر مؤهلة لتقدر تعطي ويكون في نتائج. تفضلي. هلأ التطوع هو بشكل عام مبني على العطاء، يعني هو غير ربحي إذا ما الواحد عنده دافع من جواته أنه هو يتطوع يقدم شيء للمجتمع يساهم رفع المجتمع، فما حيقدر يساهم بأي شيء. بالنسبة للكوادر اللي احنا مهنينا فنحن كمحتويات مثل ما حكيت انه نحن شاركنا بكثير حملات تطوعية، فهي مو اول مرة احنا بنشارك فيها. نحن صرنا 4 سنين عم نعمل توعية للمدارس، بس هلأ نحن عم نوسع الشريحة أكثر. تماما. نحن كنا كطلاب، هلأ وسعنا كأيتام، كشلل دماغي، كمتلازمة داون، فنحن يعني عم نوسع الشريحة أكثر. نحن إن شاء الله يعني ناويين أكثر لتشمل كل المجتمع، أمهات، سرطان، كل شيء إن شاء الله تعالى. نعم يعني دكتور إيسر اليوم جهودكم فعلا مشكورة، حضرتك وكثير من الأطباء اللي شاركوا وأيضا كل الفرق التطوعية اللي كان لها بسمة مميزة. نتمنى بنهاية فقرتنا توجه برسالة للأطباء سواء يلي شاركوا بهي الحملة ويلي ما شاركوا، خاصة فعلا الهدف كان كثير إنساني وتوجهتوا فعلا لأطفال بحاجة للرعاية بمختلف أنواع. أنا بقول إنه السعادة ليست بقدر ما تأخذ وإنما بقدر ما تعطي، فإذا نحن كل المجتمع وخاصة الأطباء قدموا ما عندهم من معلومات بسيطة
للناس بشكل مبسط، فهذا الشيء رح يرفع من ثقافة الصحة الفموية ورح يقي المجتمع من أمراض وبالتالي من دفع مصاري للعلاجات تماماً المستقبلية. تماما، يعني بدنا نتشكر وجودكم معنا. الوقاية خير من قنطار علاج، مثل ما الدكتور أيسر ودكتورة لانا. كل الشكر لك دكتور أيسر القدسي، عضو الجمعية السورية لأبحاث طب وطب الفم، ودكتورة لانا حمامي أيضا متطوعة في فريق الكريات الحمر. نورتوا صباحنا. شكرا لكم، ويسلموا إيديكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا.